وبارك لمجلس اداره كابتن خطيب وكل الناس، يمكن كابتن خطيب ببارك له على المستوى الشخصي، لان هو طبعا كان اعتقد ان هو كان مستني فوز زي ده، غالي ده بطوله حقيقي. في تاريخه، ان هو كان كلاعب وكرئيس نادي. يمكن هو كمان من الناس اللي بتشيل الضغوطات على اللعيبه في تاريخنا لما كنا موجودين، سواء لما كان نائب رئيس او موجود رئيس مع النادي الاهلي، فطبيعي ان هو بيشيل الضغوطات كلها على اللعيبه. استحمل حاجات كتيره جدا، فضل سبورت للكل، الجهاز الفني واللعيبه. البطوله كانت غاليه جدا بالنسبه له، كانت مهمه جدا لي ولينا احنا كمشجعين النادي الاهلي او لعيبه مسيره النادي الاهلي او جمهور عظيم او اللعيبه. فبالتالي نادي الزمالك والنادي الاهلي يعني قيمه كبيره، وان يوصلوا للفاينل دي حاجه كويسه جدا، كل واحد عايز ياخد البطوله. النادي الاهلي كانت البطوله بالنسبه له مهمه جدا جدا، كانت لعيبه مركزه جدا في الماتش، راح ورجع. بدانا بالتسجيل في اول المباراه، ولكن يعني طبعا نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل، بما ان اللعيبه الموجوده عندها خبرات كبيره جدا وبيلعبوا فاينل، فطبيعي ان هو رد الفعل هيبقى قوي. وتعادلوا بجول هدف كويس لشيكابالا. النادي الاهلي طبعا اللي انا عايز اقوله، يعني بعض الناس بعد هجمه حسين الشحات، بعد الكره اللي في العارضة الناس فقدت الامل شويه، لكن اللي عايز اقوله، يمكن انا لعبت انا والكباتن اللي موجودين وحضرتك في النادي الاهلي، الماتش ما بينتهيش غير بصفاره الحكم. يمكن دي سمات اللعيبه اللي موجوده وروح النادي الاهلي الموجوده، ان اللعيب بيلعب اخر ثانيه في المباراه. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله، وربنا كلل مجهودنا وكلنا بفوز عظيم في المباراه دي. وانا عايز اقول النادي الاهلي كمان هو ما خدش بطوله واحده، انت النهارده حضرتك ان شاء الله هندخل في السوبر افريقي، وهتدخل وعندك كاس مصر ان شاء الله هناخدها باذن الله، ويعني في وصلت كاس عالم الانديه، وصلنا كاس عالم الانديه بقى لنا كتير جدا على منصه التتويج، ما كناش يعني وصلنا، ولكن يعني بقول الحمد لله.